عبر تطبيق زوم ينضم إلينا الدكتور محمد الحربي المحلل السياسي والاستراتيجي من الرياض. مرحبا بك معنا دكتور محمد، وبداية وبالإضافة إلى تقييم مذكرات المصادرة للأسلحة والتي قدمتها وزارة العدل الأمريكية، ما الآليات الممكن اتخاذها لتنفيذ قوانين حظر الأسلحة وقانون التجارة غير المشروعة بالأسلحة للحفاظ على ما تبقى من استقرار اليمن والإقليم؟ شوف، حقيقة هذا الإجراء الثاني من قبل وزارة العدل الأمريكية لمصادرة الأسلحة المقبوض عليها من قبل القوات البحرية الأمريكية في خليج عدن أو في المناطق، وهي متجهة إلى المناطق اليمنية حقيقة، أي بمعنى أصح إنها أسلحة إيرانية ومستودعات كميات كثيرة، 2 أو 4 مليات، هي كانت 2 من عام 2021 و2 عام 2023. الملفت للنظر إن هذه الكمية كبيرة، يعني خاصة نقول ما صادرته البحرية الأمريكية خلال 2 أو 3 أكثر من 9000 بندقية، 284 رشاش، 194 قاذفة صواريخ، وأكثر من 70 صاروخ موجه للدبابات، و700 ألف طلقة ذخيرة. هذه عمليات الأربع حقيقة، ومثل ما ذكرت لك أنه هذا الإجراء الثاني، هو أكيد أنه منافي للقوانين الدولية، القوانين البحرية، قوانين الممرات الحيوية، وأيضا هو مرتبط بالاتفاق الأخير المؤثر ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، والاتفاق على البنود، ومن ضمنها الاتفاقية الأمنية التي وقعت 2001، تم تعزيزها في مارس وإبريل، لقاءات، فتح السفارات، كنا يعني كانت أهم البنود اللي وعدم التدخل في سيادة الدول، حفظ وأمن واستقرار المنطقة. نعم، إذا ما اتخذت آليات معالجة لهذا الاختراق دكتور محمد، هل ستكون هذه الآليات مساندة لجهود التهدئة والدفع بجهود السلام، أم أنها برأيك ستذهب إلى مسار آخر؟ والله حقيقة نحن الآن في خضم تقدير وتقييم الموقف، لأن هناك اتفاقية برعاية صينية، جولاتنا مع إيران بدأت منذ إبريل 2021، 5 جولات استمرت في سلطنة عمان، أو بدأت من العراق واستمرت في سلطنة عمان إلى أن تبلور الموقف الواضح والصريح، الاتفاق الثلاثي، وتم عقد وزيري الخارجية والاتفاق على عدة بنود، ومن ضمنها اتفاقية الأمن الدفاعي ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، كانت هناك اتفاقات. فالآن لابد أنه هناك عمل أمني واستخباراتي، هناك تواصل أكيد مع القوات البحرية الأمريكية ومعرفة ملابسات الموضوع، لأنه حتى ما ذكروا أنه في بيانهم اللي تفضلتم به في حضرتك، أنه من خلال الحرس الثوري الإسلامي، هذا بيان وزارة العدل، وتهريب أسلحة إلى جماعات متشددة حقيقة، وذكروا الحوثي بالتحديد. فالآن لابد أنه مراجعة وتقييم الموضوع، لأن الموضوع منافي لجميع الاتفاقات والأعراف الدولية. طيب، بما أن تعزيز الأمن العالمي والإقليمي دكتور قائم على تطبيق قانون حظر الأسلحة، ما النتائج المترتبة على الخطوات الأخيرة التي تقوم بها البحرية الأمريكية من مصادرة واكتشاف الكثير من مخابئ الأسلحة كما تطرقنا، التي كانت في طريقها من إيران إلى الميليشيات الحوثية؟ وأولا يعني هو هذه واضح وصريح أنه انتهاك لمعاهدة حظر الأسلحة الموقعة من أكثر من 193 دولة عبر العالم، وهذا انتهاك صارخ وواضح للقانون الدولي، خاصة أنه هذا الموضوع داخل في موضوع المملكة العربية السعودية وحدودها الجنوبية، أيضا الحوثي، الجماعة الحوثية، أذرع إيران في المنطقة، وهذا ما تم الاتفاق عليه لحفظ الأمن والاستقرار وحفظ سيادة الدول، لكن لا بد أن يترتب عليه إجراءات. ولكن هذه ليس المرة الأولى، إنما هذه إيران دعبت على هذه السياسة منذ عام 1979، وإن كنا نأمل أن تكون لاعبا مؤثرا ورئيسيا في أمن واستقرار المنطقة وليس زعزعتها. نعم، طيب إلى أي حد دكتور قد يعطل هذا الاختراق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة؟
حقيقة يعني لابد أنه نعرف أن الملفات مركبة ومعقدة، وكل ملف يحمل الملف الآخر. الآن نحن في مرحلة مثل أيضا ما ذكرت لك في تقدير وتقييم وحساب الأمور، سواء على المستوى السياسي، المستوى الأمني، الاستخباراتي، لمعرفة الملابسات ومعرفة أيضا موقف إيران. هل الحرس الثوري الإيراني ما زال يلعب أو ينافي سياسة الدولة؟ هل هو جيش موازي للنظام الإيراني، الحكومة الإيرانية؟ هل هناك خلافات ما بين الحرس الثوري وهو الذراع الرئيسية وفيلق القدس الذراع الخارجي؟ هل ما زالوا مستمرين في زيادة اللعب على الوقت والمتناقضات وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، أم هناك خلاف سياسي ما بين الأقطاب في إيران؟ نترقب المشهد، ولكن لابد 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 من مراجعة هذه الأمور والتأكيد وبحث الأمور لرفعها. غير المعقول أنه نحن دخلنا مع إيران في اتفاق استراتيجي أخذ أكثر من عامين، منذ إبريل 2021 وحتى 2023، دخلوا بمفهوم وبعد استراتيجي وليس تكتيكي فني مصلحي انتهازي وقتي، ومن ثم نعود إلى المربع الصفر. كل الأمور الآن تحت التدقيق. نعم، وضحت الصورة دكتور محمد الحربي المحلل السياسي والاستراتيجي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.